نروح لإسكندرية عروس البحر الأحمر المتوسط. مش مشكلة، هي عروس البحر المتوسط علشان نشوف أخبار فريق الاتحاد السكندري. زعيم الثغر، إيه الخبر بيقوله؟ إنه محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري كان بيؤكد إن مواجهة الزمالك بكرة في استاد الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري صعبة جداً، خاصة إنها بعد فترة توقف طويلة، إحنا وقفنا 151 يوم. إبراهيم قال إن المواجهة صعبة فعلا، خاصة إنه الزمالك هو الأجهز بعد ما خاض لقاء المصري، كمان إن تكون العودة بعد غياب طويل بمواجهة خصم قوي مش في صالحهم دلوقتي. مدرب الاتحاد قال كمان إنه الزمالك عنده غيابات وإحنا بنفتقد 10 لعيبة على الأقل، وقال إنه أحمد رفعت ورزاق سيسي مش هيشاركوا مع الاتحاد امام الزمالك لانهم معارين من الزمالك. السؤال بقى هنا كابتن هاني، لما عندهم 10 لعيبه مش مؤهلين هيلعبوا بمين؟ لا طبعا، القائمه بتضم اكتر من 30 لعيب. هو بيقول عندهم كمان رزاق سيسي واحمد رفعت زي ما احنا عارفين مش هيشاركوا لان هم اصلا معارين من نادي الزمالك، وعقود الاعاره بتنص انه ما يلعبش قدام النادي اللي صاحب اللاعب، وبالتالي رزاق سيسي واحمد رفعت من اللعيبه المميزه جدا خاصه في طبعاً الخط الامامي. مش هيشاركوا، عندهم غيابات 10 لاعبين، لكن نادي الاتحاد عنده وفره من اللاعبين، عنده عدد كبير، عنده مدرب. جاهزين ولا لا؟ لا اكيد جاهزين. كابتن طلعت يوسف شغال معاهم بشكل كويس قوي، وهيكون ان شاء الله اي حد هيكون موجود هيوفي بالغرض، وكابتن طلعت يوسف مدرب كبير وبيعرف كمان يلعب امام الفرق الكبيره. مباراه اكيد مباراه صعبه على الطرفين، امام نادي كبير، النادي الاتحاد طبعا يعني نادي من الانديه الكبيره، كمان بيطمح انه يكون في المركز من ضمن المربع الذهبي. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لنادي الاتحاد ونادي الزمالك وكل الانديه ان شاء الله في الفتره اللي جايه.